بالموسيقى اللي عم تشتغلها هلا، عم سمعتنا شغله، ايه بتلاقي في حالك بمحل؟ بالموسيقى اللي عم بعملها هلا عم بزقزق لورا، لانه عندي شعور ضروري زقزق لورا بهالوضع هلا، لانه عم بحس انه كتير عم نجنح عن شيء كان حلو عنا اياه. بصير السؤال هذا وين بدنا ناخده؟ انا ما هدفي هلا المشروع عم بعمله هو بزقزق لورا شوي، بيدقر الماضي، بس اكيد ما هدفي ضل هونيك، بس عندي نوعا ما مثل مسؤولية، معقول أولى؟ ما بعرف، عندي هيك إنه نوعا ما مثل مسؤولية، حاسس هيك لازم أعمل في شيء، أي اللي لازم أعمل هيك هلا. وبالكلام أنت كمان بتكتب كلام؟ أنت اللي بتكتب الكلام؟ إيه ما كتير بكتب، بس وقت أكتب أنا بكتب شغلة. وأيام كتير كمان بي بيفوت على الخط و... مش يعني بيك بياخد وبيعطي معك بشغلك؟ لا بستعين ببي اذا بدي شيء من عالمه، لانه عالمه انا ما بقدر احكي فيه. مثلا بتفكر، ما بعرف اذا هذا الشيء معقول واحد يستهويه، بس لانه جدك اكثر شيء، يعني منصور الرحباني عم يحكي كمل، بس صار اكثر عم يروح على الشعر بصوره هيك، يعني حتى بمقابلاته بتذكر من سنه 2000 واخر التسعينيات دائما حديثه عن الشعر، وكان صار يعمل دواوين اكثر وينزلهم بالسوق اكثر. بتفكر شيء تاخذ شيء كلام قبل، ولا بتقول هيداك ما بيعبر عن روح اليوم اذا بدي اشتغل له موسيقى، ولا في واحد يجيب كلام؟ ما فيش مشكله، بالعكس ما عندي مشكله بالموضوع. انا بحس انه اليوم مثلا انا اسمع غنيه، في اسمع من فيروز انا بس تسمع بس بنوستالجي، بس انا اسمع اليوم عن السوائي، عن السائي، ايه سوائي، ايه السوائي وكذا، وايه لا وينهم، فهمت عليك يعني وينهم هيك. ما انت بس تعملها بتكون عم تعملها هيك مثل تريبيوت، ايه. مش اكتر، بتكون عم تعملها مثل تريبيوت اكيد، مش اكتر، مش حتى هيك تستذكر اللحظة، مش اكيد، ايه مش لحتى تحكي حالك، ايه لا لا اكيد لا. وهلا هيك نختم بالمحل اللي بدك تروح عليه، وين بدك تعمل اكسبوزيسيون للشغل؟ يعني انا بحس ببلدنا، نحن في واحد يقول بيعمل تور برات البلد، يمكن بلدنا عم ترجع قصص، يعني انا متفاجئ على راس السنه في رجعت حفلات وكذا، بس في فتره المهرجانات وقفوا، ويمكن الموسيقى اللي بتشتغلها هي اكثر من انه حفله بشي ما بعرف وين على راس السنه، في واحد بس بشكل عام بتحسها بدها اوركستر، بدها جو المهرجانات. هذا الشيء اذا ما رجع ما بتحس بيضيق عليك الاماكن اللي وين بدي احط فيها شغل؟ جزء من الكرياتيف بروسس تبع مطلق شخص بيشتغل بالفن، مش بس انه يطور فنه، بس يطور البلاتفورم تبعيته. يعني انت كاعلامي كتير عرفت تعمل هالنقله، هلا نحن انا وياك عم نحكي على يوتيوب، لكن النقله اللي عملتها هيدي جزء من الكرياتيف بروسس تبعك. انا كمان جزء من كرياتيف بروسس تبعي هو مش بس الف موسيقى، بس حتى بالقالب اللي بيشبه اليوم، وبعدني عم فكر وبعدني عم فتش، واكيد لازم بتطلع شوي باكثر اندستريز هيك فيها مصاري، فبتحس شو في اوبورتونيتيز لانه بيقدروا يعملوا، مش يعني المصاري منا عائق. بتطلع بامريكا ولا باوروبا في حدا شغلته يفكر لك انت بالتور تبعك؟ اكيد جاي يسالك لك وك انت تاخذ بياخذ ابروفل منك، بس حدا هاي شغلته؟ في حدا شغلته قصه تسويق الالبوم اذا بعد في سديات بوقت بوكينج ايجنت مانجر مين شغله؟ بيكون في فريق كل واحد عنده شغله، وانت بتصير وقتك وجهدك مسخر لشغله واحده. هيدي وقتها ما تكون موجوده، وانت وقت تحط براسك كيف بدنا نصوره، كيف بدنا، وين بدنا نعمل اللونشينج، وين بدنا نعمل الحفلة، هاي ما بتاخد وقت من هون؟ جدا جدا جدا. ومن هون طلقنا بفكرة أنا وكريم خيي نعمل شيء اسمه رحباني 3.0، اللي هي شركتنا اسمها رحباني بس 3.0، كيف السيريال نمبر تبع آيفون الجيل الثالث، إيه إذا بدك، لحتى نلاقي حلول لمشكلة كانوا عم بيعانوا منها أهلنا، لانه كانوا هن كل شغلهم عم يصب بالفن، ما عرفوا ابدا بزنس وايز يعني يغطوا هالمشكله. ومنا هينه، انا عم بحكي
بس انه بعدنا عم نفتش على اشخاص حابين يكملوا الفريق يكونوا جزء من فريق، لانه بدك فريق عمل، يعني بدك فريق عمل. الفن هو مثل بروجكسيون للدولة، انعكاس للدولة كيف مقسومة، فيها وظائف، فيها وظائف، هيدا بيعمل هيك، هذا بيعمل هيك لتنجح. اكيد هذا المشروع منه بسيط، بس اذا لحقوا ركب بيكون عم يعمل شيء واحد في استقرار. هيك البارت الثاني والاخير يعني هو بتاعت الهم. يعني انا قاري انه عاصر رحباني رغم كل الشغل وكل شيء صاير، وقت توفى تقريبا ما كان في شيء ماديات، عم بحكي مصاري، بوقت وقت واحد يطلع كمان برا بينشال الهم المادي للفنان الناجح، عم بحكي مش للكل يعني، بس حدا مثل عاصي ومنصور اذا ما نحكي بامريكا اما باوروبا ناس على هالمستوى، يعني ولا مره مين بده يقول البيتلز كان عندهم هم المصاري، كان عندهم هم هلا شو بقى نعمل بس للموسيقى، يعني ما عندي هم انا مصاري. بتعطى لهيدا الهم كتير انت مع الوقت مع العمر اكيد لوين بده ياخدك؟ جدا جدا جدا. ما عم بقول لك مشان هيك عم نحاول اليوم انا وكريم نحاول نعمل نخلق مؤسسه، بس ما المشكله وين؟ بتجرك المؤسسه تبلش تفكر مثل مدير، اللي هو عكس هذا، اللي هو عكس هيدا. ما بدي اطول فيها كتير، ما بدي اطول فيها كتير. بدي هيدا نداء عم ناشد، مين في شخص يكون امتداد لأفكارنا الفنية؟ لأنه مش هينة، منا هينة أبدا. شو فينا نساعد نحن حاضرين؟ أنا ممنونك، أنا بتشكر كتير على هالجلسة، لأنه مثل ما عم نحكي نصلي مع أمير جنب وشايا. ايه أكيد نصلي مع أمير جنب كتير معمان. صح، وسألك قريبا بدي أعمل كمان انترفيو معه ضروري. فهالبلاتفورم اللي عم تفتحها اليوم هي بتسمح أنه نقدر نتواصل مع أشخاص ما فيك تتواصل معهم عبر التلفزيون او الميديا الاعتيادية، يعني واللي هو شيء بشكرك كثير عليه. لا بالعكس انا بشكرك. من شغلي بس هيك نعمل تيست للناس، لانه كنا عم نحكي باول حديث انه واحد بيطوع آلة وبيقدر يشتغل عليها شيء تاني. اذا مثلا بنجرب موسيقى اما اثنين اما ثلاثة نشوف اذا بس بيندق شقفة منه اذا رح يعرفون ايه ولا لا. بنعمل تريفيا. تريفيا ايه هيدي هلا كنت عم بشتغل عليها. كفر لغنيه، بنشوف اذا بيعرفوا العالم. اوكي رح تبدأ بدايتها. اوكي يلي بحب يحضر فيه حط على الكومنت، ما هي حط على حط على الكومنت شو بيربح من ربحه. بنشوف شو بيربح، بنشوف شو بيربح اذا عليك. حطيت شازام. لا انا ما انا ضيفكم تكون كيوي، لازم تاكلوا كيوي. انت بعدك عم تشبه الموسيقى للكيوي. الكيوي ها هيدي كيوي، ها فيها مره مش مره هيك حامضه طيبه، بس طيبه حلوه. لا ما حسيتها. لا مش ما حسيتها، بعده بمخي بالموسيقى عم جرب. ايه بس على فكرة بهالشغلة يعني انه في كتير هلا كان عم بفكر فيها. هايدي بالنسبة لهول غير هاي بالنسبة لهول، شفت الفرق؟ هاي بتزعق، هاي اللي معه ضغط مش لازم يدقها دغري بيعلى ضغطه، حزين كتير جدا هيك. ايه بهاي ها
هيدي وارم هيك دافي أكتر. فايه في طعمات في جو فيها. رح نضيفكم كيوي هلا مع نهاية الحلقة. ونشوف بالكومنتس شو بده يجي على موسيقى هلا قلت لي تحت الهواء شوية نعرف مين جاوب صح بس مش أقدر. رح تابعك رح تابعك. أشقوان غنم سيجا يعني. دسمة يعني؟ ما في ربع هون، إيه دسمة وبتحس الغنم يعني عرفت؟ بتحس الزنخة؟ هيدي سيجا. أنا مع يعني كثير ما بعرف قصة المقامات شو إفادتها؟ يعني وقت واحد بده يألف ولا بده يعمل شيء إذا في يتحرر من المقامات ينقل بين شغلة وشغلة هو هيك الوقت عم بيصير. فأنا شو بعد له هو أهمية يعني أنا في دق خبرية فيها إذا حدا بده يحللها بيقول لك فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة بس إنه ما بنطلق إنه أنا مثلا هلا خلينا نبلش مثلا بهالمقام وما حدا بينطلق هيك. إذا أنت كشخص تتألف عم تفكر هيك ما تألف يعني منا لك صارت وظيفي يعني منا لك خلص بتعرف حالك منا لك عرفت يعني عم تحكي ملحن بلش على الكورد هيدا هو المقام تبعه عم بيلعب عليه تا 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 دي انا رح حجاز يا ندم ندم انا يا وسيجا يا ما عندي سيجا دا دي دا دا دي دا 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 دي دا دا ما عندي الربع هون نقل حس بده ينقل مش انه انا قال والله هلا بعد الكورد شو بدي اعمل ولا ممكن بعدين الربع دا 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 بيات سول نقل على البيات بس انتقال من مقال مقام عم بيخلق لك شي جديد عم بيغير الفيس تبعك انت تغيرت هلا حسيت انه وهون الانتصار هون فرحة على ايه رح نحكي عنه الى اخره فانتقاله من مقام لمقام هي نتيجه تلقائيه لشيء هو عم يبنيه بس ما قعد وقعد ينقل من مقامه لك انتصاره اكبر من انتصار بيتوفن بالتاسعة بالنسبه لي والله لانه مش معقول من وين فات لوين طلع لوين من مقام لمقام غنيه موسيقتنا طيب انا في شيء كان ينحكى عن ملحن بركات ويحكى عن كثير ناس ليش بيعمل تاليف لموسيقى وبيعمل بناء فيها ما كثير بحط افور على التوزيع توزيع الموسيقى ايه اذا واحد بيجي بعد فتره مثلا بياخذ شيء موسيقى يمكن هيدا مثلا بجرب يعملها اوركسترا شو بتطلع يعني بتطلع موسيقى فيك تسمع بلا كلام هيدي اكيد زياد عنده كثير محاولات فيهم وكثير ناجحين اخذ كل اخوان الرحبان وعملوا الموسيقى بس شو بك شو اسمه بالافراح ما في كلمه واحده كله عم يدقوا اغاني هيدي موجود هلا في كمان اتجاه انه ينحط باطار اوركسترالي اكبر هون في شوي مشكله ايام حلو ايام بتخسر من جوهرة الغنية اللي خلقت تكون هيك ما خلقت تكون ما خلقت لتكون بتولز المانية واوروبية ويا لطيف بيانو بس عم نضطر نعملها عم نضطر نعملها مواكبة مع عم نضطر نعملها اوكي وعم نحاول انت وشطارتك قدي فيك تطوع هلأ بنرجع لذات موضوع تطوع الأوركسترا الكبيرة تصير بتشبهك لألك ما بقى تنسى أنه هيدي الأوركسترا يعني موزار وبيتوفن والشباب مشروع هيدا اكسترا كاميرا واحدة بس عملها ملحن بركات
Thank you. مرسي لك.